حياكم الله إلى جولة جديدة مع أبرز الموضوعات التي تداولها رواد المواقع ولدينا اليوم. حملة شعبية أطلقها كتاب يمنيون، وذلك لكشف عملية التهجير القسرية التي تمارسها ميليشيا الحوثي منذ أكثر من 9 سنوات. كما نستعرض معكم أيضا الجانب الإسرائيلي والاعتداء على أبناء غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأبدأ معكم من موقع إكس. أول تغريدة لهمدان العلي تحدث فيها عن عملية التهجير التي مارستها ميليشيا الحوثي خلال سنوات الحرب. تهجير إلى خارج البلاد. عملية التهجير التي مارسها الحوثيون بشكل ممنهج خلال سنوات الحرب التي أشعلوها دفعت مئات الآلاف إلى الاستقرار في محافظات مختلفة مثل مأرب وتعز وعدن وحضرموت والمهرة وشبوة وأبين والضالع، كما أجبرت أعدادا هائلة أخرى من اليمنيين لمغادرة اليمن. وقد استقروا في العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية على رأسها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والأردن وقطر والإمارات وتركيا والصومال وأثيوبيا ودول أوروبية مختلفة والولايات المتحدة الأمريكية. أما مصطفى غليس يقارن بين ميليشيا الحوثي والكيان الصهيوني، وذلك في جرائم تهجير قسرى بحق المدنيين. ليست إسرائيل وحدها من ترتكب جرائم حرب وتهجر سكان غزة من أراضيهم بهدف تطهيرهم عرقيا، فقد سبقها الحوثي إلى ذلك في اليمن منذ 9 سنوات. لا يوجد أي فرق بين ممارسات إسرائيل والحوثي في تهجيرهما للمدنيين وحرمانهم من حقوقهم، والحقيقة هي أن الحوثة صهاينة اليمن. عن تركيز الحوثيين على طمس الهوية اليمنية لجرف الإنسان اليمني ووطنيته يقول زين العابدين الضبيبي: طمس الهوية الثقافية بأبعادها الوطنية والدينية والقومية هو ما ركزت عليه ميليشيا الحوثي في جرف عبثي للإنسان اليمني واستغلال كل الإمكانيات المادية للشعب في سحق وطمس هويته والحرب عليه وتهجيره والاستيلاء على أراضيه. وهذه تغريدة لعبد الله إسماعيل يقول فيها عن عملية التضييق التي تمارسها الجماعة الحوثية بحق اليمنيين: ما يقوم به الكيان السلالي الحوثي من تضييق على السكان وتفجير منازلهم وتفخيخ طرقهم وقراهم ثم استهدافهم في خيام التهجير ليس نزوحا بل تهجير قسري وتطهير عرقي بحسب كل التعريفات والقوانين والقيم. من المهم تحرير المصطلحات وتسمية الجرائم بمسمياتها. عن عدد المهجرين اليمنيين داخل اليمن ومن بقي في مناطق الحوثي يقول فهد بن طالب: حين تتحدث الأمم المتحدة عن حوالي 4.5 مليون مهجر يمني داخلي والمؤكد أن الرقم في الواقع ضعف ذلك، ناهيك عن ملايين اليمنيين المهجرين خارج اليمن وكلهم ضحايا التهجير الحوثي لليمنيين، فهذا يعني أن من تبقى تحت صدوة وإرهاب الميليشيا في مناطق سيطرتها هم عبارة عن سجناء ومخطوفين. إبراهيم عسقين تحدث عن جرائم الحوثي بحق اليمنيين وكيف باتوا في الصحاري والوديان والجبال. ميليشيا الحوثي مارست بحق اليمنيين التهجير القسري فتسببت بنزوحهم من محافظاتهم ليسكنوا في الصحاري والخيام. تلك جرائم لا تقل بشاعة وإجراما عن تلك الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. لا فرق بين الكيان الصهيوني والكيان الحوثي، كلاهما وجهان لعملة واحدة. وهذه تغريدة لمحمد الضبياني يقول عن مخطط الحوثيين لتغيير الطبيعة الديموغرافية لليمن: لم تكتفي ميليشيات الحوثي بممارساتها الإرهابية، حيث اتجهت مخططاتها إلى تغيير الطبيعة الديموغرافية لليمن وهويته وتركيبته السكانية والثقافية والتاريخية في المناطق التي تسيطر عليها عبر تهجير السكان بشكل رئيسي. زعفران زايد غردت عن جرائم الحوثي المسكوت عنها وسردتها في هذه التغريدة:
تجويع اليمنيين وحصارهم وتهجيرهم وتفجير منازلهم وهدمها وقصف القرى والمدن وحصارها واعتقال المدنيين جرائم الحوثي الإيراني المسكوت عنها في اليمن. حسن القضوي يقول عن سلوك الجماعة في عمليات التهجير القسرية: حولت الجماعة الحوثية المناطق التي تحت سيطرتها إلى مناطق عسكرية ترتكب فيها جرائم ليس أقلها التهجير القسري الذي أصبح سلوكاً توصف به الجماعة. عبد الملك اليوسفي يقول في هذه التغريدة عن التهجير القسري الذي مارسته ميليشيا الحوثية: التغيير الديموغرافي هو الهدف من التهجير الذي مارسه الكيان الصهيوني على الفلسطينيين منذ نشأته، وهو ذات الهدف الذي تنشده الميليشيا الحوثية من تهجير اليمنيين. أما وضاح بن عضية غرد عن ادعاء ميليشيا الحوثي حرصها عن القدس والشعب الفلسطيني: كيف يكون الحوثي حريص على القدس والشعب الفلسطيني وهو غير حريص على الشعب اليمني؟ كم مئات آلاف بل ملايين مهجرين بسبب الحوثي؟ ما هو الفرق بين جرائم الحوثي في دماج وجرائم إسرائيل في غزة؟ أخيرا من موقع إكس كتب محمد جمي هذه التغريدة عن إعلان الحوثيين لإطلاق الصواريخ قبل موعد إطلاقها: لا أحد غير الحوثي يكتب ترقبوا ليشير إلى قرب إطلاق صواريخه قبيل الموعد. لو كانت صواريخه مهمة لما كشف عن قرب إطلاقها. هل قرأتم أن غزة فعلت شيئا كهذا؟ إنه التكسب الإعلامي، ولأن وسائل الإعلام الشهيرة أدركت هدفه بدأت بتجاهل فرقعاته. المتاجرة الرخيصة بغزة لا تختلف عن جريمة قصفها. رفض محمود محسن مصافحة خصمه اللاعب الإسرائيلي دانييل فريدمان في بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة في سويسرا بعد فوز محسن عليه. بعد انتهاء المبارزة أراد اللاعب الإسرائيلي مصافحته باليد، إلا أن محمود محسن مد سيفه للتحية ورفض المصافحة بالأيدي بسبب ما يجري في غزة، وكانت قوانين الاتحاد الدولي للمبارزة بالسلاح تحظ على المصافحة بين اللاعبين، إلا أن القوانين تغيرت بعد رفض لاعبة أوكرانية مصافحة لاعبة روسية بسبب الحرب بينهما. في هذا الفيديو فنان ومغني راب أمريكي وضع خلفه قائمة بأسماء شهداء فلسطينيين وممن قتلوا في حرب إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. الفيديو لاقى رواجا بشكل كبير على المنصات الرقمية. Behind me is a list of names of Palestinians that's been killing Gaza since October 7th. Nobody on this fucking list made it to the age of 4. Not one. So listen, I'ma give y'all something to do, alright? Cause I know I just presented y'all with emotion. Y'all wanna do some shit with it. Go to this fucking website right now. Please. Call your reps. Demand a fucking ceasefire. If you try to go back to the names. Can y'all say free Palestine? Can y'all say free Palestine? Free Palestine! I love y'all so much. I'm out. وأخيراً هذه مجموعة من المظاهرات في مختلف دول العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالمجازر الوحشية التي يتعرض لها أبناء غزة منذ 40 يوم. Gaza, Gaza, Samuan ya bermula. Gaza, 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 tanah para syuhada. Gaza, 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 kemalangan nyata. Gaza, Gaza, Gaza.
هذا ما لدينا اليوم مع أبرز الموضوعات التي تداولها رواد المواقع. نلتقي في جولة جديدة يوم غد، ألقاكم على خير.